يكفي ان احنا بنرسم ابتسامة على وجه بنات. في بنات كتير جدا بتيجي هنا بسيطة جدا، واهلها واولياء امورها ناس بسيطة جدا نفسهم يلعبوا كورة بس. مرحبا، واضح معكم رضوى خضر، 33 سنة، مدربة كرة قدم نسائية. حب الكرة يعني كان هواية كده من الطفولة، ممارستها مع أصدقائي وصحابي وجيراني في المنطقة عندي في الشارع. أنا الأسرة، والدي ووالدتي كانوا بيشجعوني دايما على ممارسة أي رياضة، فكانوا بيساعدوني جدا وبيشجعوني الله يرحمهم. ده بيكون كفيل ان انا اثبت نفسي تحت اي ظروف، تحت اي عوائق بتقابلني. انا ظروفي الصحيه مريت بيها سنه 2018، ظروف تعبي دي ادتني تحدي اكبر لشخصيتي، يعني كمان كونت في شخصيتي تحدي اقوى. يعني انا اصلا دخلت التدريب من باب التحدي، او العوامل النفسيه مهمه جدا في التعب ده، فكان دايما بحاول ان انا يعني اهتم اكتر بشغلي عشان ما ملفتش انتباهي كتير لان انا تعبانه وكده. يعني الحمد لله الظروف الصحيه دي بينت لي معاد الناس. النادي اللي انا كنت موجوده فيه، نادي اتحاد بسيون، وقف معايا بصراحه ايامها وقفه محترمه جدا، ما اقدرش انساها لهم ابدا. الناس كلها دعمتني يعني وقتها، وده كان دافع ليا اكتر لممارسه التدريب. والحمد لله يعني عدت والأزمة، وربنا كبير عموما ولطف. يعني بالنسبة لقرار التدريب، يمكن أنا وقتها اخترت بابا بيه، ما كنتش لسه مارست التدريب، بس الله يرحمه قال لي كملي، قال لي طالما انت اخدت القرار ده كملي فيه وهتبقى ليكي شأن فيه. وانا صغيرة كان نفسي يكون في فريق كرة قدم، فده كان مسبب صعوبة ليا في ممارسة اللعبة، فانا حبيت ان البنات اللي حابه انها تلعب ما تلاقيش نفس الصعوبه اللي انا واجهتها. فده الحمد لله نجاح انا شايفاه ان انا حققته للبنات اللي هي نفسها تلعب وتمارس كوره. انا شايفه ان انا حققت حاجه، ان انا اولا اساعد اي بنت حابه انها تمارس كره القدم، وده طموحي اللي هو الشخصي، ان انا نفسي في يوم من الايام ادرب منتخب مصر، وده طموح مشروع لاي حد واي مدرب كره قدم عموما، ان هو نفسه يمثل بلده. وان شاء الله باذن الله يعني هحاول بشتى الطرق وبأقصى مجهود عندي ان انا اوصل للهدف ده باذن الله.